الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، نحن اليوم في الثاني من محرم في عام 37,400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا الحدث يمر على الأمة الإسلامية، وكثير منها يتذكر ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة. ولنا مع هذا الموقف أو المواقف وقفات ودروس وعبر نتحدث عنها ونستفيد منها الأدب والأخلاق والسلوك والأحكام والمعاملات الدينية والدنيوية. ولسنا نتكلم عن هذا الموضوع احتفالا به، لأن الاحتفال عندنا من الأعياد، والأعياد إنما نحتفل بما احتفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مثل هذه الأحداث يستفيد منها المسلم ويقف عندها وقفة تأمل. قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عباد الله، أحيانا يضيق بالإنسان أو تضيق به أمور الدنيا وتكثر عليه الفتن وتشتد عليه الأمور، فيحتاج إلى أمور تؤانسه وتفرج عنه، فعليه أن ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بلغ بهم الأذى في مكة من مشركي قريش أعلى المراحل وأشد ما يتحمله الإنسان، فهاجر الصحابة رضي الله عنهم، وأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وهاجر بعضهم إلى المدينة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قليل ممن لم يستطع الهجرة وأوذي وحبس بسبب الرق، وبقي قلة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة بعد. أبو بكر الصديق كان يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. وقريش تتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما علمت قريش كما قال ابن هشام في السيرة، لما علمت قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هاجروا واستوطنوا في بلاد أخرى وصارت لهم منعة يحتمون بمن حولهم ممن آمنوا وحسن إسلامهم، وخافت قريش أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولئك فيصير ذا منعة وقوة ثم يعود إليهم
ويطأ رقابهم ويستولي على أموالهم وديارهم. لذلك فكر صناديد قريش وتعاهدوا على أن يجلسوا مجلسا يقررون فيه ما سيفعلون في شأن محمد ونحن نقول صلى الله عليه وسلم. فاجتمع سادات قريش، منهم أبو البختري ابن هشام وأبو الحكم ابن هشام أبو جهل، ومنهم عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وحكيم ابن حزام ومجموعة من صناديد قريش وساداتها، اجتمعوا في بيت كعب ابن مرة وما يسمى بدار الندوة. ولما كانوا عند الباب اعترضهم إبليس يلبس بدلة ثخينة، يعني بدلة ثخينة كده يلبسها إبليس، فاعترضهم قالوا من الشيخ؟ قال رجل من نجد، جئت وسمعت باجتماعكم فقلت لعلكم لا تعدمون مني رأيا. استأذنوا منه يجلس معهم المجلس ده. إبليس يا أخواننا عادته إنه يوسوس، فوسوس لهم الشيطان، لكن شكل إبليس رأى إنه المجلس ده خطير جدا وده فيه تقرير مصيري، قال أظن الوسوسة دي ما بتنفع، أحسن أجي عديل. لف عمته وجاء عديل دار يقعد معهم في الاجتماع، فجلسوا في ذلك الاجتماع كويس. خرجت ثلاثة آراء يحددون فيها مصير النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بلغ بهم الجهل وبلغت بهم الحماقة مبلغا بعيدا. النبي صلى الله عليه وسلم معه ربه جل وعلا، وكيف يحاربون من معه الله تبارك وتعالى؟ لكن هذا من سفهم وجهلهم وحماقتهم، بيقرروا في آراء. قالوا الرأي الأول، قالوا احبسوه في الحديد والأغلال وتربصوا به حتى يموت كما تربصتم بالنابغة وزهير من الشعراء. وقالوا هو شاعر من الشعراء، فأنزل الله تبارك وتعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. قالوا ده الرأي الأول، نحبس ونسجن في محله ده وخبر ده ما يطلع تاني لحد ما يموت في مكانه. فاعترضهم الشيخ النجدي إبليس قاعد، قال لهم ما هذا لكم برأيي كويس؟ قال ليخرجن خبره من تحت الجدار، بيمرق خبره حيمرق، ولا تأمنوا أن يأتي أصحابه فيثبون عليكم فيخرجوه فيقاتلوكم به. ده قال لهم ما حلل، قصوا كده ما بتحلوا المشكلة. لذلك فليعلم الجميع أن دعوة الحق لا تحارب بالسجون ولا بالقهر ولا بالاضطهاد. ستخرج دعوة الحق من ثنايا السجون ومن ثنايا المعتقلات، تخرج دعوة الحق ويظهرها الله جل وعلا، ولا يمنعها أبدا مثل هذه الأفعال. ابن تيمية سجن في قلعة دمشق عليه رحمة الله، كتب ألف علم. ابن عبد الهادي في الدرر لما تكلم عن مناقب ابن تيمية قال فصار السجن مكانا للعلم والإيمان. بعض الناس بيقول لهم أسجنونا عشان نمشي نتعلم ونستفيد من ابن تيمية جوا السجن،
لما توفي ابن تيمية المسجونين المعاو جوا قالوا نحن أولى بالصلاة على شيخ الإسلام ابن تيمية. السجن بقى مكان للعلم والعبادة والتقى والزهد، لذلك دعوة الحق لا تحارب بالسجون أبدا. إبليس قال لهم ده ما رأي، إبليس ما بيعرف، عنده خبرة عليه لعنة الله، عنده خبرة طويلة في الضلال، سنين طويلة شغال كويس، بيعرف الدعوة بتتحارب كيف. قال لهم ده ما رأي كويس. قالوا اطردوه، اخرجوه، أمرقوه بعيد منكم كويس، واستريحوا منه. فقال لهم إبليس والله ما هذا لكم برأي كويس، وبيحلف بالله كمان، قال ما هذا لكم برأي، قال لقد علمتم كلام هذا الرجل وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال، ولا تأمنوا أن ينزل على حي من العرب فيقنعهم فيسير بهم إليكم فيطوا رقابكم، ما هذا لكم برأي. الرأي الثالث، قام أبو جهل، ده خبيث جدا سيء، قال إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه. قالوا ما هو يا أبا الحكم؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا جليدا نسيبا قويا ونعطيه سيفا فيدخلوا على محمد ونحن نقول صلى الله عليه وسلم. قال فيدخلوا عليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو عبد مناف أو بنو هاشم أن يقاتلوا جميع العرب فيقبلوا منا بالعقل، يعني بالمساومة والدية. فقام الشيخ النجدي فقال الرأي ما قال الفتى. جبل الآن إبليس رضا بأنه يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، الله يلعن إبليس ويلعن أبو جهل معه، يتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يغيدوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مهما يمكر الإنسان ومهما يستعمل من الذكاء والحنكة والخبرة في تدبير المكائد لن يفلح. قال تبارك وتعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. شوف الآيات البعدية، ربنا قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لمن عملوا عمايلهم دي كلها لا يعلم بشيء، انتهى الاجتماع، انطلقوا على كده، النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل قال له والليلة انت متبيت في فراشك ده كويس. وانطلق جبريل، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عليا رضي الله عنه أن يبيت في فراشه وأن يتسجى، يعني يتغطى ببرده الحبر الأخضر ده، بيتغطى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال له واتغطى في فراشه ده وما بيجيك أي حاجة كويس. فاجتمع صناديد قريش من الشباب بتاعينهم بره قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم منتظرين. فخرج فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات الأولى من سورة ياسين، وأخذ من التراب حفنة وضع على رأس كل واحد منهم، شال تراب خطف رأسه
هم واقفين بعينه ما شايفين، شال التراب كبه في راسه كلهم وفات. واحد هناك من قريش بعاين في المشهد ده شافه تمام كويس، جاء عليهم قال ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد. قال خيبكم الله. والله صحيح خيبهم الله. قال لهم لقد خرج فيكم آنفا، أسا خرج فيكم ولو ما مصدقني شوفوا رسينكم. أي واحد كبلته راه في راسه فوق، بعد ذاك استشعروا أي واحد هبش راسه لقوا التراب في راسهم فوق برضو ما صدقوا. قالوا ننظر إليه، دخلوا شافوا في الفراش راقد زول متخيلين هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا محمد النائم. انتظروا في مكانهم ذاك، والنبي عليه الصلاة والسلام انطلق. لما أتى الفجر استيقظ علي رضي الله عنه وعلموا أن الذي على الفراش هو علي وليس النبي عليه الصلاة والسلام، ونجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر الظهيرة إلى أبي بكر الصديق، دخل عليه في شدة النهار كويس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزور أبا بكر الصديق في هذا الوقت، وده من الأدب يا أخوانا الراقي والمعاملة الجميلة. السيدة عائشة تقول فدخل علينا في وقت لم يكن يزورنا فيه، فعلم أبو بكر رضي الله عنه أن في الأمر شيء. لما دخل عليه قال يا أبا بكر أخرج من عندك المعدل أبعدهم. قال هم ابنتاي يا رسول الله، عائشة وأسماء. فبعد ذلك كلموا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر لقد أذن لي في الهجرة. أبو بكر الصديق أول حاجة فكر فيها، يا أخي أبو بكر الصديق ده عجيب، أول ما فكر فيه قال الصحبة يا رسول الله. قال نعم الصحبة يا أبا بكر. قالت عائشة فبكى أبو بكر الصديق. قالت عائشة رضي الله عنها ما شعرت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح. فرح إنه يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. فأعد أبو بكر راحلتين علفهما، جاب بعيرين وأكلهم تمام، وتهيأ للهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله قائد فذ ومحنك وله عقل عجيب، دبر أمر الهجرة ده بصورة معادية. عشان كده يا إخوانا نحن نستفيد أن الإنسان يأخذ بالأسباب ويضع التدابير. في ناس بتخيلوا إنه التوكل ده بس تمشي كده بوشك ساي تعمل أي حاجة، لا، تقوم بتدابير دقيقة، وهذا من التوكل. النبي عليه الصلاة والسلام عمل أشياء. أولا ما مشى هاجر طوالي لأنه بيلحقوا في الشارع، ذهب إلى غار في أسفل مكة يسمى بغار ثور كويس. وقبل أن يدخل الغار وكل عليا رضي الله عنه أن يقوم بأداء الودائع والأمانات التي كانت لقريش عند النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا بالله شوفوا كفار قريش دي الناس عجيبين كيف، ناس مؤمنين تماما إنه النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. ابن هشام قال ما من أحد من قريش عنده شيء يخاف عليه إلا أمنه رسول الله، بس بيشيلوا أماناتهم يخطوها عند النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا طيب أنتم ما دام مقتنعين إنه هو الصادق وهو الأمين وأماناتكم بتخطوها عنده، طيب ما تأمنوا في دينكم؟ تأمنوا في دنياكم ما بتأمنوا في دينكم؟ دي الناس عجيبين. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مكارم الأخلاق وأرقى وأحسن تعامل وخلق رفيع. يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم على دين الحق، والناس عادوه وسبوه وشتموه وأموالهم قاعدة عنده ما بيأخذ منا درهم واحد. شوف الأمانة دي كيف. عشان كده يا أخوانا الداعية
يحتاج إلى خلق عالي. أنت داعية تحتاج أخلاق. ما تتخيل إنه الدعوة دي بس لآمة تصور وشك وتتكلم تجيب آيتين وحديثين وتصر وشك ولا صدق لا لا تقى لا يا إخواننا ما ممكن. النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش يأمنوه على مالهم وعلى عرضهم سبحان الله. لكن مع هذا يا إخواننا انتبهوا لطيفة مهمة إنه الأخلاق مطلوبة. مع ده لا يعني وجود الأخلاق أن يؤمن الناس. ممكن بأخلاقك دي الناس ما يؤمنوا لك زي النبي صلى الله عليه وسلم أماناتهم عنده ما مؤمنين به. عشان كده أنت لو تعاملت بالأخلاق الحسنة والناس رفضوا منك ما تقول والله الأخلاق دي ما نجحت أحسن أنا أديهم الوش اللي بينفع معاهم بس. لا ممكن بأخلاقك ما يقبلوا كويس. لكن ده ما معناها أن يحبط الداعية ويستعمل سوء الأخلاق. على كل علي بن أبي طالب بقى برجع الودائع. عامر ابن فهيرة ده مولى أبي بكر الصديق بيرعى الغنم. أسماء رضي الله عنها كانت بتجيب لهم الأكل ولما تجي بيجي عامر ابن فهيرة بالغنم من وراء بيعفي الأثر عشان ما يشوفوا الأثر بتاع مش الزول عشان يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وين كويس. وكان أبو بكر قد وكل ابنه عبد الله أن يتسمع ما يقول أهل مكة. قال لي أنت بس جيب لنا الأخبار تمشي تشوف الناس بتقول في شنو دار يعملوا شنو جنعوا ما جنعوا الأخبار شنو وهم قاعدين في غار ثور كويس. فبيقى نقول لهم الأخبار. أسماء رضي الله عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وبكر الصديق بزادهما للسفر ونسيت أن تجعل عليه وكاء يعني رباط تربطه فشقت نطاقها كويس وربطت به الإناء لذلك سميت بذات النطاقين لأنه شقت نطاقها لبست واحد والثاني ربطت به الجرة اللي عليه أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. ثلاثة يوم يفتشوا عنهم. حدث موقف عجيب في الغار. جاء كفار قريش يفتشوا والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق جوا الغار. لما دخلوا أول ما دخلوا نقل عن الحسن البصري وهي من مراسيل الحسن أن أبو بكر الصديق كان يتفقد الغار. بالله يا إخوانا شوفوا شوفوا المحبة النبي صلى الله عليه وسلم والصدق في محبته. قال أخشى أن يكون فيه سبع أو حية تؤذي رسول الله. بقى كده بيده يفتش في الغار الجدران الغار كله عشان لو في حاجة تضرب أبو بكر الصديق ما تضرب النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب لمن ماشين يمشي قدامه لو حس إنه المخافة من قدام يمشي وراه لو حس إنه المخافة من وراه يمشي يمينه يمشي شماله سبحان الله عجيب. أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك كفار قريش بيجوا جنب باب الغار فأبو بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. عقيدة عجيبة الاعتماد على الله. يا خسن احنا في بلدنا دي الواحد لو دار يعمل شيء زي ده تلقى مربط حجبات ودلاقين وما خلى له فقي وما خلى له شيخ ولا شيخي قاعد ولا فقي. يا ناس وين العقيدة؟ قال ما بالك باثنين الله ثالثهما ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. انطلق أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم واستأجرا رجلا يسمى عبد الله ابن أرقط مشرك. وفي هذا العلماء قالوا دليل على إنه في حالة الضرورة تستعين بالكافر للخلاص من تلك الضرورة. ده ذو المشرك استعانوا به في وصف الطريق عشان يوصلهم. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر في رعاية الله وفي حفظه وعونه. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام
على رسول الله. وبعد، في الطريق حدثت معجزات، أولاها سراقة ابن مالك ابن جعشم من قريش، كان أنذاك مشركا، أسلم بعد ذاك. سراقة ده سمع أن قريش جعلت 100 ناقة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وسراقة سمع ذلك في نادي الحي بتاعهم. جاء واحد بيتكلم قال رأيت نفرا ركبة 3، ركبة يعني راكبين على الإبل. قال سراقة فغمست له بعيني، يعني عمل لي إشارة بعينه أن يسكت عشان الباقية ما يسمعوا إنه دي الناس محمد مروا بجاي عشان يمشوا يلحقوهم يفوزوا بال100 ناقة. قال ثم قلت هؤلاء نفر من بني فلان ينشدون ضالة لهم. قال لهم لا دي ما ناس محمد، ديل طبعا جماعة كده عندهم حاجة رايحة لهم يفتشوا عنها كويس. بعد ذاك قال فانسللت بالراحة، طلع دخل داره جهز فرسه ولبس لامة الحرب وأخذ القداح الأزلام بتاعته زي اللي بيطيروا بها، يعني زي أبراج الحظ هسه عندنا نفس النظام تقشم يا هزاته أبراج الحظ يقول لك يا هبس. أخذ القداح بتاعته ومرق، انطلق بالفرس تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق كويس. في الشارع قبل ما يصل قال أول ما رأيتهم من بعيد عثرت بي الفرس فصغطته وقع. قال فأخرجت قداحي الأزلام بتاعته دي، يعني بيطير بيها إنه أمشي ولا ما أمشي. قال فخرج السهم الذي أكره، يعني السهم المرق له ده بحسب عقيدتهم مفترض يرجع ما يمشي. قال فقلت لأصلن إليهم، ما اشتغل بالعقيدة بتاعته. تعرف في كثير من الناس عقيدتهم ذاتها بس بيستخدموها وقت تكون ماشية معهم كويس. هسه في بلدنا دي الواحد بيمشي للشيخ المرة الأولى، المرة ما ولدت يمشي للشيخ دار الجنة، ثاني يمشي له، يمشي له 3 مرات، تعرف النهاية المرة لو ما ولدت تقول لك يا أخي ده ما نافعين، مش ما نافع عقيدة، لا عشان جرب وما نجح معه. الناس ذات العقيدة بقت مصالح إن كثير من الناس. فلما خرج السهم اللي مفترض يرجع به خلاه ومشى قدام، ثاني الفرس رموه فأخرج القداح بقى يتطير بيه. قال فخرج الذي أكره ولا اشتغل به ومشى قدام طوالي. المرة الثالثة قال فساقت، يعني اتغرزت رجلاء الفرس في الأرض ما في طريقة مشي بعد ده، وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وبكر الصديق. قال فصحت لهما انظروني أكلمكم، يعني انتظروني ذا أتكلم معكم بس، ولن يصيبكم مني أذى. يتكلم معهم، دي معجزة عجيبة ربنا سبحانه وتعالى صدوا عنهم سراقة. بعد ذلك قال اكتبوا لي كتاب، فكتبوا له وأسلم بعد ذلك سراقة. وقيل أعطي سوار كسرى. المهم ثانيا مر النبي صلى الله عليه وسلم بخيمة أم معبد وهي عاتكة بنت خالد ابن كعب الخزاعية رضي الله عنها. ابن هشام قال وكانت امرأة جلدة تحتبي بفناء الخيمة، مرأة قوية بتقعد برا الخيمة تطعم وتسقي كويس. قال فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام. أنا جبت لك القصة دي بالذات عشان تعرف مقارنة عجيبة يا إخواننا، الهداية للدين ده بس من الله كويس. وممكن زول قريب منك ويعرف نسبك ويعرف خلقك ما يهتدي للحق ويهتدي زول بعيد في آخر الدنيا. لاحظ دي المرأة دي رأت النبي صلى الله عليه وسلم المرة ديك، يا دوب شافته، قبل كده ما شافته. مر بالخيمة بتاعتها طلب منها أن يشتري لحما أو تمرا، قال هذا نشتري منك كويس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منها ذاك قالت ليس عندنا شيء، ما عندنا حاجة إلا هذه الشاة خلفها الجهد من الغنم في واحدة من البهايم ما قادرة تمشي، كسيحة قاعدة في محلة، قالت له دي ما قادرة تمشي مع البهايم ذاتها، وهي البهايم حقتهم أصلا ضعيفة وتعبانة ودي أتعب من الباقيات ديلك، قاعدة في محلة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتأذنين لي أن أحلبها؟
قالت هي أجهد من ذلك، ما في حاجة. قلبت أذن لي، قالت احلبها بأبي أنت وأمي. يا أخوانا سبحان الله، هذه المرأة لم يجمعها نسب قريب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما سمعت عنه كثير ولا رأته قبل كده، مع ده احترمته وقدرته وخدمته وآمنت به فوق ذلك. ومن أهل هناك من أساءت له وشتمته، من أهل ومن قرابته. واحدة اسمها أم جميل، دي مرد عمه أبو لهب. أم جميل جات يوم من الأيام بعد ما نزلت فيها الآيات، قالت درت نبذ الرسول صلى الله عليه وسلم، بالله شوف المرأة السخيفة دي، درت سئل النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته عند الكعبة مع أبو بكر الصديق. قالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ هي ما شايفه، هو قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا أعمى بصره ما شافته. قالت أين صاحبك؟ عليك الله يا أخوان النزل اللي عندهم عقب، أنا جيت لزول دايرة أشاكله وشال له حجار، كيس مليان حجار في يده، قالت لأضرب بهذه الحجارة فاهو. أنت جيت لحد محله وما شفتي بعينك، في داعي تاني تستمر على كفرك وضلالك ده؟ مش مفترض تتوب؟ مش مفترض تؤمن؟ جد قالت له وإني لشاعرة مذمما أبينا ودينه قلينا. دي قد تلبس في النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فاتت. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر أما نظرت كيف أعمى الله بصرها عني وهؤلاء يذمون مذمما؟ قال وأنا محمد ولا نبذوني أنا ذاته، بتكلم عن مذمم، مذمما أبينا ودينه قلينا. قال لا ما أنا، إنما أنا محمد صلى الله عليه وسلم. عاتكة أم معبد أكرمت النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإكرام، لما فات زوجها جه لقى اللبن بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم شرب، وهي شربت وشرب أبو بكر ومن معهم كس، ترك اللبن، قال زوجها ما هذا والشاة عازب وليس بحلوب، الشلخة لنا دي صغيرة عازب كويس وما فيها حليب، قال ما هذا؟ قالت مر بنا رجل مبارك. ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفا طويلا ذكرناه قبل ذلك. عموما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورحب به الناس في المدينة واستبشروا به وأكرموه، ونزل عند أخواله من بني عمرو بن عوف، وأول ما نزل الناقة بتاعته قال لهم دعوها فإنها مأمورة، فوقفت عند مكان مسجده، بركت عند أوله وبركت عند آخره، وضعت حدود المسجد، وكانت الأرض لغلامين يتيمين في المدينة اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم، أسس مسجده، أسس دولة عظيمة ما شهدت الدنيا مثلها أبدا، وأقام الشريعة. وبعد ذلك ذهب غازيا إلى أهل مكة ودخلها عنوة، وأحلت له ساعة من النهار. ويروى في الكتب إن النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه بالضفوف، ودي روايات بتلقاها وبيستندوا عليها الناس بتاعنا المدايح والنوبات والطارات وكده عشان يرقصوا ويغنوا، بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم استقبلوه بالضفوف قصيدة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. هذه القصة مكذوبة، وبين كذبها ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، وكذلك العراقي في تحقيقه لكتاب إحياء علوم الدين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما استقبلوه بضفوف ولا بطارات ولا بنوبات، ودي كلها من البدع المحدثة في دين الإسلام، إنما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بالترحاب وبالقبول الحسن، واستبشر به كل أحياء المدينة، وكل حي من أحياء المدينة يقولون انزل عندنا حيث المنع والقوة وكذا. رحبوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يستحق فوق ذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. الحديث يطول عن أحداث الهجرة، ولعلنا ذكرنا شيئا منها، نسأل الله أن ينفعنا به. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم ارزقنا الإيمان والتقى والصدق والبر والعفاف،
اللهم ارزقنا الجنة وجنبنا النار وجنبنا غضبك يا عزيز يا جبار. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولكل المسلمين جميعا، إنك جواد كريم. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.